رسميا رجعنا بجديد الاخبار اليوم واللي عاجله وعاجل جدا واللي متعلقه بكم من فريق الرجاء وفريق وداد الامه. ويلا باش ما نطولش عليكم نبداو مباشر الاخبار ديالنا عند فريق الرجاء العالمي. وبالتحديد نبداو الاخبار ديالنا من المعسكر الاعدادي واللي غادي يديروا فريق الرجاء العالمي في اسبانيا. كما كنت شرحت لكم سابقا باللي فريق الرجاء العالمي غادي يدير واحد المعسكر اعدادي في الصيف. وهذا المعسكر الاعدادي كما قلت لكم غادي يكون في مدينه بيتيس الاسبانيه. وزيد عاوتاني كما قلت لكم باللي فريق الرجاء العالمي في هذا المعسكر الاعدادي غادي يواجه بعض الانديه الاسبانيه واللي ديك الساعات كانت مجهوله الهويه. ولكن اليوم ورسميا الاداره ديال فريق الرجاء العالمي علنت على الفرق اللي غادي يواجههم فريق الرجاء العالمي في هذا المعسكر الاعدادي. فعلى حسب الاداره ديال فريق الرجاء العالمي قالوا بلي اول مباراه اعداديه اللي غتكون في بيتيس غادي يواجهوا فيها فريق ريال بيتيس. وزيد عاوتاني مورا ما غادي يواجه فريق الرجاء العالمي فريق ريال بيتيس مورا بواحد النسبه اللي كبيره يمكن يواجه حتى فريق اشبيليه اسباني. اما من ناحيه علاش الاداره ديال الفريق اختاروا هاد الفريقين باش يواجههم في هذا المعسكر الاعدادي، السبب رجع لان هاد الفريقين كتجمعهم واحد الشراكه مقربه مع فريق الرجاء العالمي. على هادشي الاداره ديال الفريق فضلوا باش يواجهوا هاد الانديه يادو بالتحديد. وبالنسبه لي انا شخصيا هذا المعسكر الاعدادي اللي اختاروا فريق الرجاء العالمي في بيتيس فهو جد ايجابي بالنسبه للفريق، خصوصا غادي يواجه فيه واحد جوج ديال الفرق اللي كيتعتبروا بين افضل فرق اسبانيا حاليا. وزيد عاوتاني غادي يكون جد ايجابي باش الفريق يوجد الموسم المقبل ان شاء الله، وهادشي اللي غادي ينعكس على الفريق بطبيعه الحال ايجابيا. نمشي دابا للخبر الموالي واللي متعلق بالجماهير الرجويه. اليوم في الصباح الاداره ديال فريق الرجاء العالمي خرجت واحد البلاغ اللي مهم ومهم جدا واللي كيتجلى في مباراه اللي غتجمع بين فريق الرجاء العالمي وفريق شباب المحمديه. اما من ناحيه المضمون ديال هذا البلاغ فالاداره ديال فريق الرجاء العالمي قالت لجميع الجماهير الرجويه واللي عندهم التذاكر ديال المباراه قالوا لهم بلا ما يجوا باش يحضروا هذه المباراه اللي غادي تجمع بين هذ الفريقين. اما من ناحيه السبب علاش الاداره ديال فريق الرجاء العالمي قالت للجماهير الرجويه هادشي، لان اول حاجه الاداره ديال فريق شباب المحمديه طبعوا 6000 تذكره للجماهير الرجويه، وهادشي اللي يمكن يدير واحد المشكل بين الجماهير. علاش الاداره ديال فريق الرجاء العالمي بدلت باش تخرج بهذا البلاغ هذا المهم ومهم جدا سلامه على جميع الجماهير ديال فريق الرجاء العالمي، وزيد عاوتاني تخوفا اما يمشي نوض شي شغب اللي كبير وهادشي اللي يمكن ينزل بشي عقوبات اللي كبيره على الفريق ولا على الجمهور. وانا بالنسبه لي شخصيا كنتفق مع المساله هذه اللي درسها الاداره ديال فريق الرجاء العالمي. ولو انا كنت شخصيا كنفضل بلي الجماهير الرجويه يكونوا حاضرين ان شاء الله في هذه المباراه، لان كما كنعرفوا بلي الجمهور الرجاء غادي يكون واحد الحافز اللي كبير بالنسبه للفريق باش ان شاء الله يتاهل دور الربع النهائي لكاس العرش. وهذو هما ابرز الاخبار المتعلقه فريق الرجاء العالمي. وننتقل دابا للاخبار المتعلقه فريق وداد الامه. ونبدا الاخبار ديالنا من اللاعبين اللي رجعوا رسميا للتدريب ديال فريق الوداد. رسميا اليوم الجهاز الطبي ديال فريق وداد الامه اعلن على عوده بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا مصابين سابقا، ومن ابرز هاد اللاعبين اول واحد اللي هو ايوب العملود، وزيد عاوتاني ثاني واحد اللي هو محمد اونجم، وجوج ديال اللاعبين رسميا تعافوا من الاصابه. وزيد عاوتاني بالاضافه اللاعب الجزائري الياشتي واللي غادي يكون حاضر مع الفريق بعد ما تسالت المده ديال الايقاف. ورجوع هاد اللاعبين هادو الفريق غادي يعطي واحد القوه اللي كبيره للتشكيله ديال فريق وداد الامه، خصوصا كتسين واحد المباراه اللي قويه في المباراه ديال الكلاسيكو كونتر فريق جيش الملكي. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار المتعلقه بكون من فريق وداد وفريق الرجاء العالمي. ويلا في التليكن معكم حافظ.